سننسق بهذا النسب الوصول إليها في أقرب يوم. جاء الدور فيها اليوم هم جميعاً الاجتماعي لحامل الشيء الذي ومن دون شك. وكنا اتطرقنا في الاجتماع اليوم على بعض يعني النقاط اللي قلنا لازم نتخذوها استثنائيا لتذليل كل العقبات ولتبسيط كل الإجراءات التي من شأنها إنجاح العملية وإدماج العدد الكافي المنتظر لهذه المؤسسات التربوية. سنعمل على إتمام ما تبقى من عمليات لأن يأخذ حظه وحصته قطاع التربية من هذه العملية الوطنية التي أعتبرها عملية تضامنية بامتياز، لأنها تتكفل بكل الحاصلين على الشهادات في مختلف قطاعات الدولة. وقطاع التربية بالنظر إلى حجمه وكبره سنحافظ فقط على أن يكون هؤلاء في المواقع التي يحتاجها قطاع التربية الوطنية، لا سيما في التعليم الابتدائي الذي هو أحوج ما يكون إلى دعم في التأطير لكي يتسنى لمدارسنا في ربوع الوطن وعددها كبير وكبير جدا، وهي تضاهي 20,000 مؤسسة تعليمية في الطور الابتدائي.